دار القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة، وكما اعتادت أن تقيم مختلف المحافل القرآنية في ذكرى ولادات الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. نفتتح المحفل القرآني بخير كلام يقرأ ويتلى ويسمع، إنها تلاوة آيات بينات من الذكر المبارك الحكيم. نشرح بها الصدور ونزيد الأفئدة راحة وألقا ودفئا وعطاء ورهبة وطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يشنف بها أسماعنا أحد قراء هذه المدينة المقدسة، مدينة النجف الأشرف، طالما مثلها خير تمثيل في مختلف المحافل والمسابقات. استقبلوا معي القارئ الأستاذ عبد الله منعم السلاوي بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن وعدتهم ومن صلح من آبائهم
عليهم. إنك أنت العزيز الحكيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنة عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وذرياتهم. الله ما شاء الله. إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته من السماء رزقا وما يتذكر إلا من فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من
التلاق. يوم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم إن لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.